سعد شحال هذه كنت معاكم دابا ما بقاتش كذبه هي في الحقيقه هذه امور شخصيه كترجع لي لا هي صافي ما نقدرش ندخل حنا في شي حاجه كتخصني هذه كما سمعتوا وشكرا لهم بزاف كنحترموها حنا كنا هي مرتاحه على خاطر تعرف كان مزيون في الفيديو ديال مروه كان غزلا ايوا شكرا على التعليق ديالكم هانتوما عرفتي سعد كنقولوا ليه بين هاد سعاد عزيزه وغاليه باش نشارككم معاهم الخريجه ديالنا المهم حنا معاكم دابا يلا دابا تنتغداو عند الماكله واعره عند الطيب واعر الصراحه زعما تبصر بدون جمال شوف تبارك الله الكايت كيحمق سكسو سي محمد دابا حنا خارجين دوشنا له حنا دابا خرجوا سكسو هاي هاي ريحو ايوا اللبس والجره هذه ليهن ايوا دابا غنبداو دهن الكريمات ونعدل الغبارة حزب بيكم قلتوا لي ويصال ما تبقاش تهز ابنك هيدك انا ما هزيتوش يعني بزاف غير شويه كان عاونو هيدا بيدي بحالي مزيت عندي لك تافي ايوا صافي لا تهز هيدك ولكن عام خصو شي الوقت طويل وصافي هاي هاي عيال كبيرة كبيرة هاي هاي شوفوا ضربوا لي على الحفاض ولدي ما شاء الله شوفوا شوفوا كدهل ما تزعزعنيش يا مريم كدهل ودابا ويصال كريمة هاي 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 ابني عنده لبيسين دابا لبيسين لبس لبيسين واش دابا حنا خارجين لا نقول لك زعما وصافي ماشي دابا 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 خارجين دابا عندي لبيسين فهاد اليومين عندي عنف لبيسين ان شاء الله عرفت الشيح ولدي هاي هاي هو فرحان شوف على ضحيك هاي اجي تضرب لهنا على الحفطه والضحيكة عاوي الزين الخلاوي العيد ايما الزين كلشي كاين كلشي كاين سيدي محمد يا العزيز عليا نديرك خاتم بين يديا دابا خصنا نعصب الديلة ان شاء الله سند ليا دي المهم الحبايب ديالنا حنا دابا لبسنا دابا جبرتنا خارجين نمشيو عاون ندورو نشارك معكم عاون العشية ديالنا ايوا حنا معاكم ان شاء الله تنمشيو حنا من طنجة ايوا قولنا كيجيناكم انا وسي محمد علي بحال بحالته سبحان الله والله الا لبس له ما عرفاش انا يعجبها الكسوة فيها هذا الخضار في الزيتي بحالو هو الحبوب ديال ماما هنا سير بحال بعضهم والله بالمناسبة الناس اللي مريم عاوتاني لابسة بحالك تقريبا مريم لابسة عاوتاني تبارك الله بنتي رجعت خادي ما شاء الله والله الا الاول خاصهم يكونوا يعني من الصور ديالهم مولفين الهواء باش ما يمرطلكمش انا مريم كان في عمرها 16 يوم كنت عاوم بزاف البحر والله الا قلت شي وحده كذبني لكن كان عمرها 15 يوم وكنا سبعنا على 15 يوم ونهار من مورا السبوع كان العائله باقا مجموعه ومشينا كامل الله يبارك هاكا دابا حنا جينا اش من المطعم هذا عشقه هذا بحق يغرقوا به الناس هذا بحال عندكم تكوان هذا واعر يعني هذا من هنا كيجي من الدار وصافي كما كتشوفوا هنايا علي راه فين وقف الطوموبيل محمد علي خلينا هنا عيسى الطوموبيل ما خرجناه شي ايوا وحنا جينا لهنا المخدمين كيتصوروا واحد المنطقه كيحمق بروده ها انتما جينا هنا عند هاد المرا مسكينه عندها سايكوك ضحكني خاطر واش خصك سايكوك ولا بالحق والله بالحق مسكينه عمرو ما شنو معنى سايكوك الله شحال كيفاش شحال كيفاش يجي هاد العشاء ضرب لي جوج بيصان انا ومروه تمشي تصوروا التوام الصراحه صحه والراحه مروه هاي جيتي واعره بنتي اليوم شوفوا ما نساوش ملي تجبروا صحاب الكسكس على الطريق صحاب هذا سايكو اللي تجبروا صحاب سايكو على الطريق ولا شي واحد كيبيع البيني في البحر ولا اي واحد المهم خدم على راسه كيجيبها بالحلال ما نساوش الا كلو عنده ضروري كلو عنده باش تعاونوهم ويحفظكم ما شاء الله عليك من يا رب العالمين الله يسهل عليك برافو زعما صراحه لي لك ذلك لهذا ما نساوش تعاونوا مساكين واخا الانسان ما في ما يكون ايه عمل هذيك الانسانيه كيف رحم المساكين عاوتاني وي عرفتي عرفتي شي حاجه مسكين عاوتاني كي
تجمع ديك الطريق. عرفتي فاش فكرتيني؟ فكرتيني في ناهد. ناهد نهاد. ناهد ولا نهاد؟ نهاد. نهاد واحد البنت عاوتاني كانت تبيع سايكوك يعني في الطريق. شهر ناهد تبارك الله عرفتي. في الطريق ديال في الطريق ديال قبل الدردارة. حدا الدردارة حنا كنكونوا ماشيين للبلاد. تبارك الله هذيك العائلة شهرناها. الناس لا هذيك الجماهير ديالنا ولاو فيما كيكون شي واحد شباب ماشي مسافر من تما كيوقف ياكل عند السيده مسكينه بغات تبان معنا قالت لك صوروني معاكم. انتما صحاب طنجه صحاب الداخليه المهم اللي كازمي هنا كامل كيكوز مني هنا السيده فريج عندها سكسو عندها سكسو سيكو انا مشيت مع سكسو واش من ساعة كتجي لهنا؟ كنجي 11:30 12 هيدا كنكون هنايا. يعني 11:30 الصباح. اه حتى عليا المدرسة ملي كنسالي شوية المدرسة عاد كنهجي كنجي السلعة ديالنا كنهاود. اه والله يسهل عليك. امين امين الله يحفظكم مرحبا بكم. حمنا ببني كنت كنتسهل البنت كنت كنخاف عندها خرج شي زوكي ما فيها شي حاجة الحاجة واخا ما كنتي كنبغيها كنت كناكلها مزيز مني. كنت كناكل كنشرب المزيز منها وعزيز عليا ولكن في نفس الوقت ما كنتش كتبغي تشربو كنخاف تروحي ما كنتش كتشربو. باقني سيكو كان ياكل محمد نادي كيف جاك سيكو زيان صحه سلمى صحه فهد بصحتك صحه سعود مضروبه بسبعه اي اي يساوي 63 درهم تبارك الله هذا خير البركه الحمد لله والله خير البركه تبارك الله يسلم شيخ اللهم الله يعطينا القناع امين يا رب 63 درهم 63 اي علاش شريتي 80 وتهلطتي أنا ده. أي فيه أنا زيد ديتا. الله يحفظك. بس عم نسجعوا الشباب والناس عم نيجي يبلو عندك متحش طرش معي تلاقي فيه. الصراحة ما يستاهل الصراحة والله. هذه كان عملنا بحر السنة الناس بس اللي كين شوية يبلو عند واحد درويش. متحش طرش معي هذا درام ولا بل بالعكس أنهم يزيدوا يسجعوا يتعاونوا معه. الله قوي أمثاله. آمين. عاود سيدي محمد علي. السلام عليكم وعليكم السلام لا دابا يسولونا يقولوا شمن عائله نتوما نقولوا الا كان صحاب العروسه نقولوا حنا مصحاب العائله ديال العروس سولونا الناس ديال العروس نقولوا حنا ما العائله ديال العروسه كانوا غيسولونا لا من العروسه لا من العروسه يشوفونا في الباب غيعرفونا هذه وقيله هذه دخلت السوق كيبانوا للناس بزاف خارجين